هي تشخيص واقعي ربما للاقتصاد نتاعنا، يحكي على 8.2 سلبي نسبة الانكماش الاقتصادي، يحكي على 16.2 معدل البطالة، يحكي على 6.8 عجز الحساب الجاري، ويحكي على 11.5 هو عجز المالية العمومية. وهذه أرقام تقريبا نعرفها تقريبا الكل، وهو توصيف واقعي لحالنا الاقتصادي. هذه أرقام تونسية يعني هو ما أخذها من الوثائق التونسية، لكن يحكي كذلك على ربما باش نعملوا نسبة نمو ب 3.8% في 2021 ويشرطها يحطها مشروطة. نعم. إذا كان مشينا في مسألة التلقيح هو خذينا معناها الجرعات وعملنا مناعة القطيع. أيوة كان خذينا الجرعات، نحن تو مازلت ما جاتش حتى جرعة، وحنا جرعة تجاوز اليوم معنا بشاير اليوم جات 30,000 دخلنا في الشهر الثالث. يعني حقيقة هما المقاومات نتاع باش نعملوا بهم 3% واحنا تو عاملين 8.8 يعني سلبي، لازم تكون ثم مقاومات، والمقاومات هذه هو معناها وسائل الانتاج والمصانع والفلاحه والمعناها برنامج كامل باش يوصلنا نوصلوا نعملوا 3.8 ولا ربما حتى اكثر. المقاومات هذه ماهيش موجوده، وميزانيه الدوله التعب نتاعها ماهيش مازالت ما تمتش، وهو يعرف هذا. فهنا تولي المصداقية معناها حقيقة، ولكن تسمح لي باش نعمل مقدمة صغيرة. خلي معناها المشاهدين السادة المشاهدين اللي نحيوهم شيفوا شنو هو صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ماهوش خيرية، ماهوش مؤسسة مالية حيادية اللي هي تعمل في الخير في العالم ولا مستعدة باش تتعاون لله في وجه لله في معناها في وجه الله. هذا مش صحيح. هذا جميع المحللين يتفقوا أن صندوق النقد الدولي هو آلة من آليات المؤسسات المالية العالمية اللي هي تحت معناها ضغط وتحت مسؤولية وتحت معناها هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها أكبر نسبة فيه تقريبا 16.8، واللي ما يتعداش حتى قرار إلا ما تكون النصاب هذا موجود. فهمتني؟ هذه الأولى. الثانية يجي وراها يعني البلدان الغربية وفي طلعتهم فرنسا اللي هي زادت في نسبة المساهمة متاعها فيه بتبريرها قدام البرلمان الفرنساوي، هذا تحدثنا فيه عديد المرات، أنه باش تعزز موقفها داخل هالمؤسسة هذه خدمة للمصالح متاع فرنسا. شنو هي الخدمة للمصالح متاع فرنسا؟ هي أنه السيطرة في الأماكن اللي هي تعتقد أنه تبعينها يعني، أو ربما منطقة مصالح متاعها، منهم تونس، منهم المغرب، منهم عديد البلدان الأخرى، منهم لبنان، منهم. هذا صندوق النقد الدولي. ثم آلية ثانية اللي لازمنا نتحدث عليها اليوم، لأنه المسألة أصبحت في حالة من الخطورة اللي تستوجب باش معناها نفهموا معناها الدور هذا. لو نلاحظ احنا المربع متاع صندوق النقد الدولي ماهوش جديد، دائما كتلة الأجور، ما يسمى معناها سياسة التقشف، الضغط على الميزانية والضغط على الأجور. عمره ما قال مثلا راهو خدمة الدين كانت مثلا في حدود 3 مليار دينار أصبحت في 2021 16 مليار دينار، ما قالوش اللي هذا راهو مش معقول، اللي تقريب ضرب 5.5 ولا أكثر، ما يحكيوش عليه بالكل، تقول حقهم لأنهم هما داعمين يعني الناس اللي تقرض معناها ولا الجهات اللي تقرض في تونس، صحيح، ولكن ما ثماش ربما زاد داعي باش ما يقولش والله حتى احنا نخفوا شويه من خدمه الدين وخلي نخفوا على الميزانيه نتاع الدوله حتى لين ربما. وهذا معمول به حتى مع البنوك، يستعملوا فيها مع الشركات والمؤسسات العاديه، ويستعملوا فيه حتى مع المواطنين في وقت من الاوقات يعملوا جدوله الى غير ذلك. ولذا ما نعرفوش علاش كي نقولوا جدوله معناها تفزع معناها الناس الكل ولا حتى صندوق النقد الدولي.